أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها تبنت تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بإطلاق حوار سياسي بين كافة القوى السياسية والشبابية حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضحت الأكاديمية أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية المختلفة ضمن حوار وطني يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية والشبابية المختلفة للتعامل مع القضايا الملحة.